عندنا المرشح ايضا دكتور فريد زهران، ايوه حزب رئيس حزب مصر الديمقراطي، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري. التجربه بتاعتهم شفتها ازاي حضرتك؟ يعني هي يعني يمكن الدكتور فريد زهران هو سياسي قديم يعني متمرس، نعم بنختلف معاه فكريا لانه فكره نعم يساري واحنا فكر اقتصاد حر، نعم لكن هو لديه خبره سياسيه، استطاع ان يقدم نفسه كمعارض، يعني استطاع ان يقدم نفسه كمرشح معارض، وبالتالي المركز الثاني والثالث بينه وبين الاستاذ المهندس حازم عمر. حازم عمر طبعا هو نائب قديم، نعم نعم، ونائب حالي، نعم، وله دايره وله شعبيه في دايرته، لكن طبعا برضه يعني الـ 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 الحقيقه الثلاث مرشحين لا يرتقوا لمنافسه الرئيس من ناحيه الشعبيه. انا بحترم الثلاثه جدا، نعم، وعلاقتي الانسانيه الشعبيه من ناحيه الشعبيه، وخاصه جت مع التهديدات الامن القومي. عارف فعلا بالظبط تهديدات الامن القومي بصت على يعني، نعم، عارف حتى اللي كان يقول لك الرئيس احنا عايزين رئيس مدني، لما حصل اللي حصل ده وسقط قناع التواطؤ الدولي بقياده امريكا، نعم، وانجلترا، نعم، والغرب، نعم، وده المحور الشر الجديد اللي بيتكون اللي بيهدد الامن القومي المصري، واللي بيفرض علينا التزامات عشان نحافظ على امننا القومي والعربي والافريقي، وايضا يكون لنا تحالفات دوليه مع دول كبرى صديقه زي روسيا والصين. لما حصل ده ايه اللي حصل؟ لما حصل اتغير الناس قالت لك لا ده احنا في رباط الى يوم الدين، يعني زي صدق سيدنا رسول الله، احنا في حرب الى يوم القيامه. لا احنا هننتخب الرئيس السيسي، احنا عايزين قائد يحمي البلد، نعم، عايزين قوات مسلحه تدافع عن البلد، نعم. هي دي برضو خلت رئيس له خلفيه عسكريه صعبت المنافسه على يعني كان ممكن في ظل الاحتقان الاقتصادي اللي موجود والاسعار الغاليه والمعاناه اللي بتعانيها الاسره المصريه، كان ممكن المنافسين الثلاثه ياخدوا اصوات من باب اصوات عقابيه بنسميها احنا في بعض الانتخابات بتسمى اصوات عقابيه، السياسه يعني فكان ممكن ياخدوا اصوات والثلاثه يعني، نعم، مش بقول يعني، نعم، تتوزع عليهم يعني، نعم، الثلاثه. لكن ما حدث في غزه لفت انتباه الشعب المصري كله، ولفت انتباه الشعب المصري الى ضروره وجود هذا الرجل، بس هذه الضروره بقى والموقف المصري او موقف الشعب المصري يحتاج من الرئيس رد الجميل. رد الجميل في كل المشروعات هنا. في كل المشروعات اللي بيعملها هو بيرد بيحاول هنقف يعني هنا عشان نرجع نتكلم الرئيس باع خلال الست سنوات والشعب خلاص اوكي